أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإطالة عند زيارة المريض والضحك والقهقهة وكثرة السواليف، ما رأيكم فيها؟ هذا فيها تفصيل. إن كان المريض يرغب الإطالة، إطالة الجلوس عنده، ويرغب تأنيسه بالكلام والمزاح الطيب، هذا لا بأس به. أما إذا كان المريض يتضايق ولا يرغب كثرة الجلوس ولا يرغب كثرة الكلام، فإنه يراعي ذلك ولا يثقل عليه. نعم.